للمزيد ينضم إلينا من منفذ رفح اللبرية مراسل أكشن نيوز الزميل كريم رجب. كريم برحب بك معنا طبعا إلى هذه الجولة الإخبارية. الحقيقة كريم أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذه الحرب وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لو تحدثنا عن الدور المصري الحقيقة كان واضح وقوي منذ البداية، سواء كان على المستوى السياسي بلقاء السيد الرئيس عدد كبير جدا من قادة ورؤساء دول العالم، من عقاد قمة القاهرة للسلام، حضور لعدد من القمم. تحدث هنا عن الناحية السياسية، لكن على الناحية الإنسانية كان هناك العديد من الجهود أيضا الحثيثة والدؤوبة التي قامت بها الدولة المصرية بحملات تجوب كل محافظات جمهورية مصر العربية والتبرع بالدم، تخصيص مطار العريش، استقبال كل مساعدات دول العالم وإرسالها عن طريق منفذ رفح البري. وأنت متواجد اليوم من أمام منفذ رفح البري، ما هو الجديد وأهم التفاصيل لديك اليوم كريم؟ تفضل. نعم دانا، يعني الامكانات كلها مسخره من اجل تقديم يد العون للاشقاء الفلسطينيين من جانب الدوله المصريه، سواء على المستوى السياسي وحتى المستوى الانساني. في صباح هذا اليوم تغيرت الارقام نسبيا، لا سيما مع اعاده فتح معبر كرم ابو سالم وانتهاء عطله عيد الفصح من الجانب الاسرائيلي، ومن ثم دخل الى معبر كرم ابو سالم خلال هذا اليوم 175 شاحنه مساعدات، وفي هذه اللحظات ربما تعود هذه الشاحنات بعد أن أفرغت حمولتها في معبر كرم أبو سالم ودخلت إلى الجانب الفلسطيني. وأيضا هناك بعض المساعدات الأخرى كشاحنات الوقود والتي يصل عددها إلى 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار، هذا بجانب المصابين الذين وصلوا إلى معبر رفح البري لتلقي الخدمات العلاجية في المستشفيات المصرية. وبلغ عدد المصابين القادمين من قطاع غزة خلال هذا اليوم 22 مصابا ومعهم 40 مرافقا سيتم توزيعهم على المستشفيات المصرية. أيضا هناك يعني خطة أعدها القطاع الصحي للتعامل مع مثل هذا النوع من الإصابات والجروح، وأن المستشفيات المصرية يعني استقبلت حتى هذه اللحظة يعني ما يقرب من 5300 مصاب وجريح جراء هذا العدوان منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا، وهم يتلقون الخدمات العلاجية في المستشفيات المصرية، ولا يزال موجود في المستشفيات المصرية حتى هذه اللحظة أيضا ما يقرب من 2300 جريح ومصاب. هذا بجانب الحالات الإنسانية التي تأتي للأراضي المصرية لكي تتلقى الخدمات العلاجية المختلفة، لا سيما أيضا مع ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة، والذين تجاوز عددهم 350 ألف مريض بأمراض مزمنة. فإذا الحاجة هنا إلى الخدمات العلاجية بشكل دائم، ربما هذا هو السبب في يعني استقبال هذه الأعداد من المصابين والمرضى الفلسطينيين لكي يتلقوا الخدمات العلاجية في المستشفيات المصرية. وأيضا هناك مستشفيات مخصصة لهذا الغرض، ويبلغ عدد هذه المستشفيات حوالي 37 مستشفى لتستقبل هؤلاء المرضى وتقديم الخدمات العلاجية لهم. أيضا على المستوى السياسي الضغوط المصرية لا تزال مستمرة من أجل إتمام هذه الصفقة أو هذا والوصول إلى الهدنة الإنسانية، والتي يعني سيترتب عليها التقاط الفلسطينيين أنفسهم بعد هذه المدة الطويلة من الحرب الغاشمة عليهم والتي تخطت 200 يوم. وبالتالي هذه الهدنة هي هدنة يعني الفلسطينيون في حاجة ماسة إليها من أجل إعادة ترتيب أوراقهم وأيضا التقاط أنفسهم، ومن ثم أيضا يعني تحقيق الثوابت المصرية التي تؤكد عليها مصر مرارا وتكرارا، وهو الوصول إلى الحل السياسي وحل الدولتين كما تؤكد عليه الدولة المصرية، فضلا عن إنهاء عملية التهجير والقسري والتي يعني ترفضها القيادة السياسية المصرية سواء إلى سيناء أو إلى أي منطقة أخرى. نعم كريم، أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية وهذا الرصد وهذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك كريم.